اه شو الاسم وصل البدلة اللي هتعطيني؟ انا اسمي اتنين نعيمة، قلت لك مو السعر ماشي الحقيقي. لا تليفوني هذا. لا سمية سمية سمية، ما تعطينيش سمية حقيقية، اعطيني شي سمية ماشي ديالك. لا سميتي هي هذه اللي بغيت نصيفط لك لاكارت ولا نصيفطها لك اخويا. لا اختي راني سمعيني، في البرنامج نعم. ديال في البرنامج ما تندوجوش الناس بسميتهم الحقيقيين وصوتهم الحقيقي، دابا راه صوتك راه مبدل باش ما يعرفك حتى واحد. نقول لك شي سميه اخرى من غير سميتي؟ اي من الاحسن باش ما كاينش اللي يعرفك. واخا دير اخويا دير بشرى. بشرى صافي، عقلي على هاد السميه بشرى صافي. اما انا سميتي الحقيقيه نعيمه اخويا. نعيمه نعيمه ويا خويا بدر اختك ما قارياش غير ساعد معايا وصافي انا ما قاريش. لا فهمت، خذي راحتك بالعكس تاج فوق راسي. الله اودي هنا في البرنامج الصوت ديالك دابا الا دخلتي تفرت سمعي دابا اللايف غتلقاي بيس اللي صوتك راه مبدل ماشي صوتك الحقيقي ياك. صافي خويا بدر. وحتى السميات حتى السميات تنبدلوهم باش ما يعرفك حتى واحد، بحال تجي تعاود يسرك في بير ما يعرفك حتى واحد من الاحسن. ها واخا خويا شكرا اخويا شكرا. الله يكبر بك اخويا باسل. مرحبا اختي بوش. مرحبا اختي بوشرى. القلب عامره بوشرى، القلب عامره. بغيت نقول لك اخويا منين غنبدا لك اش خلى هذاك عامر بزاف اخويا بدر. عرفتي شحال باش غادي نوصل للرقم ديالك؟ قلبت بزاف وانا ما قارياش وانت ما حاطش الرقم ديالك بالسيف باش جبت الواتساب ديالك بالسيف. من شحال هادي انا كنتبعك وتعجبوك برامج ديالك، يعني كتوقف مع الناس. الله يجعل ربي يوقف معاك اخويا، الله يخلي لك ميمتك ويخلي لك معز عندك اخويا. ماشي انا اللي تنوقف، انا نقول لك واحد الحاجه باش نعطيو لكل ذي حق حقه، انا مجرد بين في الصوره ولكن الفضل من ترجع. هما هاد ولاد الناس اللي معايا في اللايف، هذوك الناس اللي كانوا تعاونوا راه تعاونوا عن طريق الناس اللي تيتفرجوا، هما اللي بارطاجاو هما اللي عاونوا هما اللي دعموا وعلى الاقل قالوا غير كلمه طيبه. شكرا حتى للزادمين كذلك اللي تيقوموا بواحد المجهود كبير، اما انا راه باين غير في الصوره. بشرى تنشكرهم بزاف اخويا. نعم اخويا بدر تفضلي. ابو بشرى عاودي هذاك الشيء اللي بغيتي، حنا تنسمعوك ابو بشرى. اش غنقول لك اخويا بدر، انا من ايام الطفوله ديالي يعني ما عمرني عشت مرتاحه في حياتي. ملي كانت عندي 10 سنين توفى با الله يرحمه، خلاني الله يرحمه ويسالي في عمري 10 اه. بشرى بشرى بلاتي 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 صوتك ولاتي تقطع، سيري شي بلاصه فيها الريزو. انا راه بلاصه فيها الريزو خويا بدر. حيت تقطع لنا شويه تتقطع تتقطع الصوت. لك اخويا العزيز، انا يا عشت ايام الطفوله ديالي كلها يتيمه كلها جحيم. مات الوالد ديالي خلاني في عمري 10 سنين، حنا خمسه د البنات. كتسمعني اخويا؟ تنسمعك تنسمعك. وجوج دراري، بقيت كنتكرفس كتعطيني الام ديالي. كنخدم في الديور تكرفست بزاف، تكرفسوا عليا العيالات في الديور بزاف. يعني اش غنقول لك، دازت عليا بالمعنى الكلمه. كبرت اخويا وصلت تقريبا ديك 15 عام، تلاقيت مع واحد خينا قال لي غادي نديك لطاليان، هو ولد خني فرا قال لك غنديك لطاليان. يعني ايام الصغار وهادي، بقيت كنتكرفس في الديور. كنتمشى مع هذاك بنادم حتى خرج عليا دا ليا شرافي غير في الخلا دا ليا شرافي. هذاك اللي بغى يديك لطاليان ها قال لي نديك. بقيت كنتمشى معاه كنتمشى معاه، انا باقا صغيره ما عارفه والو. صافي اخويا من مور داك الشيء يعني توقفت، وليت بقيت كنخدم في الديور على خوتي على خواتاتي امي. يعني هي تخدم من جهه وانا كنخدم من جهه انايا. المهم انا اللي كنت هازه مسؤوليه. من رداك الشيء اخويا مشيت يعني جمعت واحد المبلغ ديال الفلوس، مشيت لتركيا اخويا. مشيت خدمت فيها شي 8 شهور تقريبا كنخدم في الديور. تعرضت لي واحد من جيراننا، بقيت كنخدم في الديور. من مور فاش خدمت في الديور عاوتاني خرجت خدمت في ريستورات، ما كنعرفش اللغه مزيان. في تركيا ضربت شي 8 شهور في تركيا. منين اخويا ضربت تقريبا شي 8 شهور في تركيا، شدوني واحد الليله البوليس في تركيا في واحد الريستورا. ما يتسفروني للمغرب، داروا لي ولاد الحرام الفساد وداروا لي النفيان 5 سنين ما رجعش لتركيا. هزوني بالطابليه ديالي من حدا الماعن. هذاك بنادم اللي كنت نخدم خلا كيفاش دار عليا باش يطلقوني، ما بغاوش يطلقوني، سفروني للمغرب.
جيت خويا بادر للمغرب، جلست قريبا شي 14 سنه في المغرب، شديتها مشيت هبطت ليبيا. هي هذيك اخويا جلست في ليبيا شي 5 سنين تقريبا، تنخدم في الديوار في نفس الحاله، كنخدم في الديوار كنعاون مالين الدار تنصيفط. اش غنقول لك اخويا، دازت عليا بزاف، جلست تقريبا 5 سنين في اللي جلست في ليبيا. عاودت جمعت شويه الفلوس، بنيت واحد البقعه شريتها، بنيتها درت لها الصور. فين؟ في المغرب. في المغرب. في المغرب. هنا في خنيفرة. جيت اخويا الخنيفرة بقيت جالسه فيها يعني صافي. شنو كنشوف غير ديك البقعه اللي عندي، ما عندي حتى ريال، راك عارف ندخل في الخنيفرة ما كاين لا مدخول لا سمي لا رحيم حتى شي حاجه. ملي الدار ما بقيتش كنخدم، ما بقاوش عقلوا عليا، جراو عليا. صافي خويا وليت مشردة هكا درت. بعت اخويا شفت واحد التنطار، باع ليا ديك البقعة، شديت واحد المبلغ الفلوس حطيته في الكونط ديالي، بقيت كنجبد دوك الفلوس اليوم غدا حتى ما بقى عندي سنتيم، حتى الكارت ديالي كتصفر، ما بقى عندي حتى ريال. بقيت اخويا كنتقطع عاوتاني، بقيت كنتقطع، جمعت الفلوس ديال البيع عاوتاني لتركيا. حيت لواحد بن جيراننا قلت ليها سميتها نعيمه، قلت ليها غادي نجي عندك اختي لتركيا، قالت لي اجي. مشيت اخويا على حساب باش نخدم عاوتاني في الديور في تركيا. جلست عندها شهر اخويا بدر. كتسمعني اخويا بدر؟ تسمعك مزيانه بشرى. جلست عندها مده شهر، قالت لي واش تجوجي؟ قلت ليها علاش، واش الراس المغطي بحال العريان، الا كان شي ولد الناس علاش ما نجوجش؟ قالت لي راه كاين واحد تركي باغي يتزوج بيك، ها حنا غنصيفطوا ليه التصاور غير في التليفون وغادي يشوفهم. فينك اخويا بدر؟ داك التركي مشدود في الحبس على شي وحده مغتصب بها، مشدود محكوم بعامين. تسمعني اخويا بدر؟ تسمعك. بغى يجوجوك واحد مشدود في الحبس؟ محكوم بعامين. قالت لي غير جمع اوراقك وعيطي لخالتي تجمع لك الاوراق على امي. وانا تمي مسكينه مره كبيره بالعكاز، وشافت واحد راجل اختي ومتصل معاها الاوراق وجلزتهم بالليل وترجمتهم وجمعت اوراقي كاملين. فاش مشيت باش نعقد مع داك الراجل، صدق الراجل كاين في الحبس وانا كنجمع الاوراق وما فراشي ما يتعاود. يعني هذيك قالت لك غنجوجك بها، راه غير مسافر لواحد البلاد ما كاينش في اسطنبول، فهمتي؟ فين ديك اخويا؟ جمعت الاوراق وكل شيء، اخر حاجه حتى غادي يدير معايا العقد. باش غادي يعقد معايا؟ عرفت بالله كاين في الحبس. عطاوه سراح مؤقت سيمانه، خرج. واخا خرج وداكشي سراح مؤقت، مازال غادي يضرب عام ونص ديال الحبس. ما خلانيش اخويا البروش، يا ريت كون نعس لي اخويا بادر ونكمل معاك. قلت لك اخويا صافي، عقدت مع داك التركي، جمعت الوراق ديالي من المغرب، شهادات العزوبه وكل حاجه، ودرت معاه العقد. قال لي راه غادي ندوز غير واحد عامونس كيهضر معايا وكترجم لي واحد خسورة عامونس، وغادي نخرج وغنتهلاو فيك. وهادي هما خارجين على اسطنبول بشي 5 سبعين، كاين غير في الشلوح، هما غير في الشلوح وكيديروا داكشي ديال الجرادي وكيغرسوا وكي، فهمتي اخويا بدر؟ اكراد هما اكراد. خلصت عليا خويا امو بالمعدوز، معايا سيمانه داك الراجل في الدار، سيمانه باش تجوج به. صافي سيمانه وصلت ليه، خرج بالجمعه، عقدنا بالجمعه، مشى بحال الجمعه الاخرى رجعوه للحبس باش غيكمل الحبس ديالو. امو ما كتديني لا الزياره نشوفو لا حتى شي حاجه، كتجيب ليا لي بوط حتى للركبه، كتقول لك نوضي تغرسي، ها كيفاش ديري هاك، وكتبغي تضربني، ما كنعرفش اللغه. وانا كنردها غير البكا، كنعيط لديك المغربيه، كنقول لها اختي هادشي اللي درتي ليا راه خشيتيني في الحبس، الراجل في الحبس وانا في الحبس. يعني كنقول لها، كتقول لي واش ما كتديكش تشوفي، كنقول لها لا. صافي الراجل حتى التليفون ما بقاش كيهضر معايا، يعني دايريني بحال خدامه في داك دوز الدجان، واحد البلاصه كيقول لها دوز الدجان خارجه على اسطنبول ب 5 سوايع. وقاسيت خويا بدر عام ونص، وانا صابره عام ونص، حتى كنت غنحماق. صافي جيت المغرب جيت حمقه، قاسيت عطيها غير القهوه كحله، ما تناكل ما تنشرب، كنوض كنطيب الطياب ديالنا ولا الحريره ديالنا، دوزت مع رمضان كتنوض كتحوي لي الحريره في القادوس، قالت لك غتاكلي الماكله ديالنا، داكشي اللي كنديروه غديريه الماكله ديالكم، غتنسي شي حاجه الماكله ديال المغرب. عيطت ما نتحمل، كنقول لك صاحبتي اختي شوفي انا رجعيني نمشي فحالي، ولا غادي نمشي نقراتي في شي شجره هنا عندهم، انا بغيت نمشي فحالي. كتقول لي غير صبري نعيمه، غير صبري، غيخرج الراجل غيدير لك دارك ولا غيدير لك شي حل. بقيت صابره، مره كنمشي عندك صاحبتي كتديني هي وراجلها، كاين وكيتقداو ليا فحق الله، كيديوني
داكشي اللي خاصني كيسيروه ليا مشطاه هي الاخر شامبوان هو الاخر ما كتشريش ليا. العقد ديالي نهار عقدت مع الراجل هو مشى للحبس هي قالت لي فار فار قالت لي زعما عطيني داك الكتاب الكتاب باش ما نهربش حيدات لي لا كارت وحيدات لي الباسبور ديالي وحيدات لي داك الكتاب الاحمر وسدات عليهم يعني قالت عندها انا بحال خدامه لمده عام ونص خويا بدر وانا تنعاني وانا تنقاصي تنعيط لمالي نداري معاها ما فهمهمش كيقول لك الا رجعتي انت ماشي منا وحنا ماشي منك قلتي تخرج راجلك ويدير لك دارك بوحدك نهار خرج الراجل خويا معاه ما كيعلموني لا لغه لا والو جالسه تصور معايا عام ونص ما معلمه لا لغه لا والو شويه كنفهم ولكن باش نرد عليهم ما عنديش لسان اللي غيرد عليهم كنعرف انت يهضروا فيا ما كنعرفش نجاوبهم يعني بزاف الحوايج ديك صاحبتي كتقول لي تبقى تحلي لي التليفون وديريه في جيبك ونشوف اش كيقولوا عليك وكتبقى تسمع كل شيء صافي في الاخر خرج الراجل دوزت معاه سيمانه خويا بدر يعني كيمارس معايا ولد الحرام ما كيدير معايا اي حاجه ولكن فاش كنجي نهضر معاه على مو ولا شي حاجه كنحس به غير الاثارات ما كيعجبوش الحال حاجه وحده اللي فهمت منه قال لي امي اللي جابتك الا ما فهمتيش مع امي قال لي فاس زعما فاس عندهم هو المغرب قال لي سيري المغربي الا ما عجبتكش امي صافي جمعت حوايجي بدوك الغدايد هبطت عند صاحبتي جمعت الشنطه ديالي هبطت عندها لاسطنبول قلت لها اشنو بان لك دابا قالت لك قلتي دابا غنديروا لك حل فاش خرج اما يدير لك دارك بوحدك اما غتمشي للمغرب كنت اخويا بدر عندها تقريبا شهر ونص ما سول ما سقصى ما عيط ما حتى شي حاجه بحال خرجت مع اليوم كلبه صافي اخويا صفر اش قالت لي قالت لي قالب ما نسمح ليهاش قالت لي غتمشي للمغرب وغيتبعك هذه صاحبتك بنت جيراننا بنت خني فراخ خويا هذه صاحبتك صاول دير صاول دير صافي اخويا شويه تصبرني المغرب خلصت عليا في شهر 8 باقا تنعقل في 2016 فين خلصت عليا البي وصيفطتني المغرب خلصت عليا شي مليون في شهر 8 15 في شهر 8 قطعت ليا البي جيت للمغرب اخويا جيت اخويا بقيت كندور بعت داك الصور كليت دوك الفلوس ما بقات عندي حتى شي حاجه الا الله سبحانه وتعالى جيت ما مطلقه ما حتى شي حاجه هزيت الباسبور ديالي مشيت للرباط سولت في البلايص الكبار يعني سولت بالنسبه للبنات الاجانب اللي كيوقعوا لهم هذا الشيء اللي ما كاينينش في المغرب المهم قالوا لي راه في المغرب ما طالع لك لا جواج لا حتى شي حاجه كطلعي عازبه في المغرب واحد السيد في الرباط قال لي بنتي بغيتي تجوجي يمكن لك تجوجي من غير طلع ان قال لي المحكمه ديالهم ماشي بحال ديالنا قال لي انت خديت كتاب حمر يعني انت غادي تتابعي في تركيا هذا السيد واخا يدخل المغرب يلقاك مجوجه ما عنده ما يصور منك حيت ما دايرش حيت انا خويا بدر فدرت معاه العقد في تركيا قال لي من السفارة المغاربة السفارة المغربية مشيت ليها خديت منها الوراق ديالي باش وافقوا لي قال لك انا عيمة فاش غادي تجوجي بسيد غترجعي تسجلي انت وياه باش الا طرات لك شي حاجة نستعرفوا بيك الا بغيت نلقاك نشدوا لك حقوقك منه هذيك المدة خويا بدر انا حمارة درت معاه العقد كنقول ليه اليوم غدا ما بغاش يجيبني باش نرجع نتسجل انا وياه صافي بقى عقد تركي جيت المغرب سولت على راسي في الرباط قالوا لي ودي ما طلع لك لا جواج لا والو في الرباط صافي خويا بقيت كندور رجعت لنفس الحاله رجعت لنفس الشومه اللي كان مره نعس في قهوه مره نعس حدا مارشي مره تكرفست خويا بزاف حتى خويا تلاقيت مع واحد خينا من راشيديا هو قال لي شوفي غتبقاي معايا نبقى نصرف عليك وكل شيء مدت شهر تقريبا دوزت معاه صافي خويا حملت منه عطاني الله هذا الوليد هذا نهار عرفني حامله نهار سد التليفون نهار بدل كل شيء ما بقيت جبت ليه الخبر دابا الان دابا عامين هادي ما عمرني جبت ليه الخبر كيفاش ما جبتي ليه الخبر ما عرفتيش ما عرفتش اخويا كيقول لينا من راشيديا انا ما قاريهش حتى لاكارت ديالو كيحطو حدايا ما عرفتش اخويا انا بهيمه اخويا انا فين الدار اللي كنتي كاريه فيها داك الشيء ما تكرفست اخويا كان كاريبيت هو كاريبيت مع الزفريه كنمشي عنده مره ما نكذبش عليك انه طمعت قلت غيتزوج بيا نستر راسي صافي باش شافني زيد باش شافني زيد الكرش وحملت مشى ولد الحرام سمح فيا درت ديك 5 شهور سمح فيا مبقيتش عرفت راسي من رجلي بقيت اخويا بدر كنتكرفص في هاد الخنيفه راه كنتلاوح حتى ولدت بالتكرفيس ولدت بالبوليس دازت عليا بزاف هاد الوليد هذا عرفتي ولدوني على 8 شهور بقى هاد الوليد نعس في الاكسجين تقريبا 20 يوم هو في الاكسجين جاو عندي البوليس قالك غتعطي هاد الولد ولا تورينا باه قلت ليه انا سيدي ما كنعرفش باه انا باه ضحك عليا ما عرفتش واش منين هو انا ولدي قالك دابا باش تخلي عليه يمشي للخيريه ولا غتاخدي ولدك من حقك تقري انت قلت ليهم انا ولدي بغيتو قلت ليهم نمشيو
تهز ولادها في سنانها. انا وليدي بغيت وعطالي الله هاد الكنزه هذا كان عندي وما كان عندي كل شيء ما بقى عندي والو. ودابا هذا هو الولد الوليد اللي متكبست عليه بزاف فاش غنولد هذا الوليد. قلت له انا صديقه دابا ولدي واخا نمشي نطلب به ما عليهش راه ولدي غادي اي حاجه درت حاجات معايا. صافي خويا بدر وهو عنده فقر الدم ولدي دابا حاليا عنده فقر الدم وعنده الضفار ديال يدي ورجلي تيطيروا ليا خويا بدر. فاش مشيت للطبيبه ديال الحومه قالت لي راه خصك ديري لي واحد الحليب غالي. قلت لها راه ولدي كيطيروا لي الضفيرات ديال يدي ورجلي كيتجلدوا هاكل دابا الان وعندو فقر ديال هادشي تكون لي من فقر الدم. ملي كنفكر شك كان عنده فقر الدم وهو اصلا رصيف صويرة البشرة ضعيف ما عنده مسكين صحة عنده فقر الدم وعنده ضيق تنفس يعني قصة الروابي يستعمل الروابي عنده ضيق تنفس. وانا كنت من اخويا بادر كنت منك توقف معايا والمحسنين اللي معك كما درتي الخير اخويا في قبري. كنت من اي محسن كيسمعني ولا شي محسن داخل المغرب وخارج المغرب يعاونوني غير على ولدي اخويا. ذكر اخويا بدر مجموعة ليا تقريبا شي 5 شهور ما لقيتش باش نخلص من الدار. قالت لي غتخلصي ولا تخرجي. سمحيني نقاطعك معاوتي رجعتي لذاك الدار ديال هذاك خينا اللي كانوا مع الزوافريه وسولتي دوك الدراري ضروري سولتهم اخويا قالوا لك مشى فحالته هصاكو مشى فحالته اصلا كانت عنده غير كشوفون ما عنده حتى شي حاجه ولكن ضروري غيكونوا تيعرفوه ضروري ما يمكنش كون ديتيهم للبوليس كون عرفوه. يا اختي حنا جمعتو معنا غير الخدمه هو تيخدم في بنيت قال لك حنا جمعتنا غير الخدمه معاه قال لك حنا ما عرفناش هذاك الخدمه أصلاً. ضروري ضروري غادي يكون عاطي المعلم ما بقاش هو خدام في خنيفره ما بقاش خدام في خنيفره خوا منين انا حملت عرفتي شوف هذيك الدار اللي كان تيخدم فيها في البني وداك الطاشرو اللي كان خدام معاه ضروري غتكون عنده لاكارت ديالو. ما بغاوش يعطوني اخويا حتى شي راس الخيط وتحملت المسؤوليه. دابا راه الوليد في عمره عامين قل شهرين سميتو اسلام كنت خرفت عليه اخويا. وحاليا اخويا بدر حاليا كنبيع كلينكس القهاوي ما كاينش اللي كيجري من كلينكس. بعض المرات اخويا بدر كنخلي ليه ليكوش فلاش ديك حتى كيطيب مسكين ونعصر داك ليكوش ونعاود نديرو ليه ما كنلقاش الحليب ما فياش كندير غير حليب سليم ما لقيتش باش ندير ليه الحليب. حالتي علم بها ربي اخويا بدر ورا بوشطره درت ليها كاميرا وشافت البيت ديالي وتعلمت بزاف وشافت. تقدري ديري الكاميرا ولكن ما تبينيش وجهك وولدك تقدري؟ واخا خويا نديرها لك. واخا خويا بدر كلشي بارطاجي هاد الاخوان الناس اللي تعاونوا عطيو لكم البارطاج ديالكم كلشي بارطاجي بلال داكشي قديم وحال باش توصل تحيه صديقي بلال الله يعطيك 30 مليار باش نقسموها انا وياك. اي كلشي دير بارطاجي اللي ما مشاركش يشارك وفعلوا الجرس ديروا جيم بارطاجيو تاكيو الناس اللي عزازين عليكم. النصره ماشي انا اللي نعاونهم انا مجرد باين في الصوره ولكن راه تيتعاونوا عن طريق البارطاج ديالكم. كلشي يهز هذا اللايف ويحطوا في ستوريات لعل وعسى نتعاون. مسكين الله يحسن العون والله تسمع مشاكل الناس تتساهم مشكلتك خصوصا السيدات اللي ديال البارح بكاتني الصراحه السيدة ديال البارح. السيدة ديال البارح صراحة بكارني مسكين نتمنى انا اللي تلقى اللي يعاونها والله. نعيط للادمين تقول اسمحي لي تنعتذر للادمين تصوني عليها ابل فيديو مسكينه السيده تصوني عليا انا تصوني على الادمين ابل فيديو تنقول سماي واخا عافاك حولي ما تبينيش وجهك لا ما تبينيش وجهك عافاك واخا ما تبينيش ولدك راكي وقفتي الكاميرا عافاك ردي الكاميرا كي وقفتيها مسحيها عافاك باش تبان مسحيها واخا خويا المهم ما تبينيش وجهك عافاك اختي وجه ولدك انا نوريك
الكاميرا خويا مضبط اخويا بدر، عندي التليفون غير كنعدي به خويا وصافي. واخا راكي راكي وقفتي الكاميرا، ديري الكاميرا دابا خويا كتبان لك الحاجه. بلاتي يلاه دابا انا غنوري الناس، انا غادي نوري الناس وريهم داكشي اللي بغيتي توريهم دابا. البس اخويا بدر مازال عايشة، هو البس باش كنعيش اخويا، باش كنعيش حلالي وسالي اخويا بدر ما لقيتش هكا الحمد لله وشكرا. وتتفرجي في الارض انت ولدك ياك؟ علاش اللي كنفرج في الارض اخويا بدر؟ وانتي كنعس اخويا بدر، عامت اخويا بدر. داك السرجة مهرس مهرس اخويا عليا ايه ما عندكش كوزينه تما؟ عندك كوزينه مشروكه واقيلا؟ الكوزينه البيت، البيت درت منا كوزينه ودرت منا كلشي خويا. كنخاف ولدي تحرق لي بالبوطه، كان ما نديرش حاجه فوق البوطه، كنخاف ولدي شحال من مره كتقلب عليه البراد كيجي مغشوش على عيني. عايش اخويا. انا عايش اخويا بابا، حاسس بزاف اخويا. كنت كنت عندي والضغط ما عنديش، ولدي انا اللي كيبقى فيا، ولدي هذا اللي كيبقى فيا اخويا. صافي حيدي الكاميرا، حيدي الكاميرا هذا كلشي بارطاجي. واخا فتي الرقم، فتي الرقم ديالك عفاكم. نتمنى انا نلقاو اللي نتمنى شي واحد يعاونها باش تخلص لك. اختي تسمعيني؟ نسمعك اخويا. فتي الرقم ديالك، انت حاليا في خنيفرة ياك ولا فين؟ هي في خنيفرة خويا العزيز. فين؟ في خنيفرة خويا. واه خنيفرة بوشرى راه هو اسم المستعار ديالها، هي تتكون في خنيفرة. اه واخا تقدري تفتي الرقم ديالك باش عافاك كلشي يقدر النمرة ديالها. واخا خويا الله يكبر بك خويا. ما وقفت معايا انا ربي وقفت معايا. نتمنى كلشي بارطاج اللي قادر انا يعاونها في اللي كوشت ولادها ويخلص لها الكرا ويوقف معاها. دابا الا شي واحد بغى يعاونك في خدمه في شي مدينه اخرى تقدري تمشي؟ نمشي اخويا، ما كرهتش يعاونني الناس بشويه الفلوس اخويا، نخلص عليا الكرار اربع شهور وشتيت لحد. وشحال باش جاتك في الشهر؟ شحال كاريه في الشهر؟ 35 الف فرنك، 7000 ريال اخويا. 7000 ريال؟ 7000 ريال. واخا فتي النمره ديالك بوشرى؟ واخا خويا غدير 07. ماشي بلاتي، واش بغيتي نفتيوها ولا تيطلبوها لنا نعطيوها باش؟ لا غدير اخويا فتيها. واخا 07 كلشي قيده في لي كومونتير عافاك. 07 66 88 63 39 06 07 عفوا كلشي قيد 07 66 88 63 39. وبالنسبه للناس اللي عايشين واحد دقيقه غير باش نفتي عينين غنفتي الرقم. وبالنسبه للناس اللي عايشين خارج المغرب 007 007 كلشي قيد عافاك في لي كومونتير، كلشي قيده باش كاين اللي ما كاين اللي غادي ما غيتهباش ولكن غادي كابتيريها. 07 00 112 7 66 88 63 69. نتمنى تقيدوها حتى بال بصح. اش نقول لك بوشرى، تنتمنى من الله والله تنتمنى انك توقفي على رجليك. وقفتي مع الناس الله يرجع ربي اخويا. انا مجرد نتمنى كلشي بارطاج. نتمنى من الله عز وجل انك تعيطي لي شي نهار ونلقاك بانك بخير وعلى خير ان شاء الله اخويا. الله يرحم عليك اخويا، هذا واجب اختي. نتمنى تبارطاجيوها سنين وخواتاتي داخل المغرب خارج المغرب يعاونوني اخويا، راني بقيت الله يكرم بقيت عريانه انا وولدي اخويا. ما لقينا ما ناكل ولا ما نشرب ولا حتى حاجه اخويا، ولدي عنده الظفر ديالو كيطيروا ليه من يدي السنين ديال الطبيب. الله يسهل، نتمنى ربي انه يسهل عليك. راكي اللي تكتب النمره غلط، راكي اللي تكتب النمره غلط 00112، راكي كاين اللي تكتب صفر موراها عفاك ما تكتبوش النمره غلط. تنتمنى تعيطي ليها بوشرى ولقاك بانك وليتي احسن. واللي ما عرفش واللي ما عرفش كنتمنى يتفلى عليا واحد، كنتمنى اللي يطلب اليوم يتفلى عليا حتى شي واحد، كنتمنى نطيح في قلوب الرحمه. ما شاء الله معنا ولاد الناس الصراحه اغلبيه. شوف
فيما مشيتي كاين زوين وكاين خايب، حنا عارفين هاد القضيه، ولكن ما شاء الله الله يعمر بولاد الناس. ماشي هذوك اللي تيستغلوا الضعف ديال الواحد، فربي غادي ربي يوقف معاك، كوني هانيه بالعكس. هل قلبت على النمر ديالك بزاف باش نوصل للمرا ديالك؟ عرفتي شحال فرحت باش لقيت الصوت ديالك؟ هذا واجب، واجب اختي. دير الخير، ربي ما غمرو غيخيبك تدافع. هذا فضل من عند الله. تنشكرك بزاف ابو شرى، ونتمنى ربي انا ويوفقك وتعيطي لي شي نهار وانت ضاحكه وفرحانه اللي قادر يعاونها. المهم باش شي واحد اللي يقدر يجي يدير لها شي محامي باش تمشي تلقى ذاك الراجل اللي تفلى عليها، تعرفوا على الاقل شكون هو، والولدي يعرف باه شكون هو. شحال دابا باش وقع لك هذا المشكل اختي؟ عامين اخويا، عامين كل شهرين اخويا. عامين. نتمنى من الله اللي يقدر انه يعاونها. الناس ديال الرشيديه، ياك في الرشيديه فين وقع لك المشكل؟ لا هنايا في خنيفره، ولكن هو كيقول لي من الرشيديه، زعما الناس ديال الرشيديه الله يعمرهم الدار، ولكن ما عارف. هو انا في خنيفره اخويا، انا نتمنى الناس ديال خنيفره انهم يوقفوا معك. تشكرك بزاف.